خيرات كثيرة وخدمات لا تناسب ما تملكه المحافظة من ثروات هائلة تتمثل بتصدير ملايين النفط يومياً. هنا البصرة التي يطلق عليها البعض العاصمة الاقتصادية للبلاد، لكن هذا الاسم حبر على ورق لم يغير من واقع المدينة المأساوي شيئا لغاية الآن. لأن البصرة تستحق، على اعتبار أنه البصرة هي اليوم العاصمة الثانية بعد بغداد، تجد أن كل ما يتعلق بالجوانب الثقافية، الجوانب الرياضية، الجوانب الاجتماعية، منظمات المجتمع المدني، تقصد البصرة في كل مهرجاناتها وفي كل أداءاتها التي تحتاجها على مستوى العراق. ولهذا نقول أن البصرة تحتاج أكثر مما هي عليه اليوم، لكن عندما نتحدث بالموجود نجد أن هناك طفرة نوعية وقفزة نوعية بذات الوقت في قضية العمران في المحافظة، لا سيما في جانب البنى التحتية. الحركة العمرانية بطيئة بالمحافظة مقارنة بالأموال الطائلة التي ترفد بها ميزانية الدولة شهريا نظرا لامتلاكها الحقول النفطية والموانئ التجارية، فما زال سكانها يعيشون في منازل عشوائية تفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم. يا ابا والله حرام، والله العظيم احنا بلد نفطي وخير من الله، وفلوسنا تغطي العالم، مو بس تغطي البصرة، وضالين بالشوارع، وردنا ناشر من الطيبين والناس الخيرة يسووا لي حل. نود تشوفونا بيت قدامكم. ما نريد احنا بيوت ضخمة او بيوت، بيت مجرد سقف يحمينا ونقعد به. يعني هسه شنو ذنب هاي العوائل جاي طلعت وتهجرت وقعدت بيوت من واجارات 400 و500. الموارد والاقتصادية الكبيرة التي تتميز بها المحافظة لم يرى منها المواطن البصري شيئا، فدائما ما يطالب بالخدمات والعيش الكريم بالإضافة للسكن اللائق. من البصرة يونس الرباعي، التغيير.